مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر والعاجل من قلب مدينه الدار البيضاء. معي الان هذا السيد اللي غيحكي المشكل ديالو. كيف ما كتعرفوا مشاكل الارث كنسمعوهم بزاف، وبزاف ديال الناس واقعين لهم يعني مشاكل مع الاسر ديالهم، ممكن بعض الاسر اللي فيها قطيعه بسبب الارث. هذا السيد هذا توفى الخال ديالو ملي مات، كانت واحد الارض فيها الحق ديال الام ديالو الله يرحمها. للاسف زوجة الخال ديالو احد الابناء ديالو قالوا ليه ان انت ما كتسال والو، انا امك ما ديالها والو، لان باعت لينا في حياتها، باعت البا في حياتها. لا هو هادشي اللي قال، هادشي اللي قال لك ولدها؟ لا قال لك انا ما كتسال والو، ما عندها حتى شي حاجه. لا ما قالوش، قال لك بعتوا الثومه. بعد حنا انا وواحد خويا وحنا ثلاثه الخوان، انتوما بعتوا؟ لا هو هادشي اللي قالت، قالت باعت. زعما هي حقها، كنهضر دابا على الوالده ديالك، حقها باعتوا. ماشي هي اللي باعت، ماشي امي اللي باعت. اه تيقول لك هما شرينا من عندكم انتوما الاولاد، انتوما الوراثه، نتوما اللي شراو من عندكم. هاكا فهمت يعني هي فاش عطينا باش بعنا. فهمت يعني هو قال لك بانكم نتوما الوراثه اللي بعتوا لهم، بعتوا لخالكم. بعنا لخالنا وحنا ما بعناش، عطيونا الدليل. اذا هما قال لكم، قالوا لهم انكم راكم بعتوا، وهاد الناس ما باعوا، ما شدوا فلوس، ما بيناتهم وراق، ما بيناتهم شي حاجه رسميه. وهاد وزوجة الخال ديالو والابن ديالو يعني داو لهم حقهم هكاك بالباطل، مازال حدود الساعه كيناضلوا وبغاو الحق ديالهم، وللاسف حتى شي واحد ما تسوق لهم. هاكا خويا دابا انت عاد تفسر وعاود لينا من الاول فاش الواقعه ديالك ورتها. السلام عليكم خويا، انا عندي خالي في البلاد سكوره اقليم مورزات، مشينا طالبنا بحقنا، قال لينا غنعطيكم حقكم مهما عطانا. عطانا واحد البلاصه ناض ولدو، واحد ولدو عيط لواحد خويا قال لي عطاه، عيط لواحد خويا قال لي هذا هادشي اللي تطلب راه مبيوع، راكم بعتوه. حنا ما بعنا والو، ما بعنا لا هادي ولا ديك. اليوم هي دازت المده ديال راك تخرجت واحد التصريح، واليوم دازت هاد المده. خالي اليوم دابا عام هادي باش مات، عام. واليوم رانا سمعنا الخبر بالله راهم قسموا الورث، وداك جنانه حدو اللي تيقولوا راه تباع، ها هو دابا داك جنانه حدو راه خداته مرتو. والسبب اللي ما باغيش يعطيونا حقنا هي مرتو وولدو عبد الرحيم اللي في تيريكيوت. هادو هما اللي، هادو هو السبب ديال هاد السيد ما باغيش يعطينا حقنا ومرتو جوج، ما باغيش يعطيونا حقنا. باش يعطينا بغى يستول، بغى ياكلوا ديال اليتامى. حنا راه يتامى، راه بغى ياكلونا وراه كالونا. هذا هو يعني هذاك الشيء كيبقى شي حاجه اللي هي من حقكم؟ من حقنا. الورث الى حرموا الله، الله يعاونهم. وهو دابا بان هذا الحق هذا ديال داك جنانه حدو، هو بان دابا. كانوا تيطلبوا تيقولوا لك راه ما راه خالك كان محتاج وباعو، واليوم هو دابا بان ولا مخوض في الورث، حيت دابا عام هادي باش مات خالي، واليوم هما قسموا الورث. انا ما تنهضرش على الدراري الاخرين، تنهضرش لا على عبد الله ولا على سعيد ولا على محمد، تنهضر على عبد الرحيم وامه. هما اللي دايرين هاد الحاله لينا وما بغاوش يعطيونا ديالنا. وفين غاديين بهاد الثقل اللي خلاو هذاك الراجل غادي متقل؟ راه هما اللي متحملين المسؤوليه وبيناتنا القضاء. كمل لك. وكاينه حاجه اخرى، كاين عندنا بانوا شي حوايج اخرين عاوتاني في البلاد. عندنا تما كاين في الروحه سكوره بانوا شي حوايج اخرين، كاينين حتى شي ناس اخرين راه هما حتى هما متعامين على ديال با، على ديال برا حتى هما تعاموا عليه، وخادوه وباعوه، خادوه وباعوه. وحنا راه داعينهم الله هذوك بعدا كاينه، واللي باغي يمشي متقل راه غادي يمشي متقل، وهذاك راه غير تراب. وتيقولوا هما راه بايع لينا خوك، خويا لا بايع ليكم، يجي يقول لنا رانا بايع لينا، خويا راه ما بايع لحد، ما تيعرفكم يا ولاد خالي، ولكن راه ما بيع ليكم، ما بيع ليه. يعني عطيونا الوراق باش بيع ليه. هادشي اللي بغيت نقول لك انا. عطيونا الوراق اش كيقولوا لك؟ ها؟ ملي كتقول تيقول لك لا راه بعنا وكاينين الشهود، يجيبوا لنا هاد الشهود. عطيونا هاد الشهود هادو اللي كاينين. واش كاين شي بيع بالشهود؟ عطيونا الوراق. هما دابا تيقول كاين الشهود، يجيبوا لنا هاد الشهود يشهدوا بالله راه هاد الناس راه بايعين وجايين تيتهاموا عاوتاني على ديال الناس. مدعيتهمش انتوما؟ يلا دابا غندعي، دابا غنرفع دعوة دابا. غتجمعوا دابا نتوما الوارثة كاملين؟ لا غادي ندعي انا بوحدي، تنطالب بحقي دابا بوحدي. ما عندي لاش ندخل خوتي معايا. اش كيقولوا في هاد المسألة؟
تا هما هزو تيقول لك الا كرمونا الله يكرمهم الا هادشي اللي تيقول يعني الانسان هز يدو ما عندوش اه صافي هذا هو اللي كاين ما بقاش باغي باغي لا صداع لا والو انا باغي باغي حقي حق امي انا بغيته تنطالب به باغي حق امي لانك يبقى شرعيه نعم هذاك ورث حلو ولاد خالك كبرتوا معاهم اييه كبرنا والوالده لا تسول شنو دارت وكل غادي يخلصوا الله راهما في دار الحق بعدا كاين هما بجوج راهما في دار الحق وحنا هنا باقيين تنتساروا في ارض السعيده دابا هما الوالدين ماتوا لقيتهم ماتوا دابا اه باقيين معاهم دابا باقي انا ب... انا انا باقي معاهم في الصراع دابا ما بغاوش يعطيونا حق يعني ما بغاوش يحشم مالو ما حش... و... ما باغيش يحشم هذاك السيد هذاك عبد الرحيم بوعريف ما باغيش يحشم عزيز عليه واخا خويا ما كاينش مشكل ود خالي ما با... حنا هو اللي مسؤول هادشي علاش راه هو اللي الوحيد المسؤول هو اللي مدي لنا ديالنا دابا هو وامو خاصني نقول يعني هو زعما ما قال زعما كما قلتي الوالده ديالك والوالد ديالو الله يرحمه شنو دوزو كبروا مع بعض نتوما نتوما كوليدات كبرتوا اه كنا نمشيو وخالي يفرح بينا هو هو نيت كان يفرح بينا منين يجيو هنا كنا نفرحوا بهم ولكن سبحان الله العظيم الوالد هذا طمع هذا طمع شحال ساوي ديك الارض تقريبا؟ ما ساويه والو غير هي تيبقى تراب تبقى حقك ما ساويه والو وتيبقى هذاك تيبقى ديالك كما كتقول التراب يعني كتشم فيه تحت تتشم بريح ديال الوالدين وتا الوالدين تا هما تيبقاو مرتاحين بلا راك خديتي راك راه يعني خلاو لك تا هما خلاو لك اشنو شو خاصك ساويه مليون مليون وما تسوى 4 دريال راه ديالك خلات لك امك ولا خلا لك باك ولا هذا هو كبرهم كيكونوا مرتاحين و... و... خلينا لي حقه بعدا وتا هو آه. ماشي تشمت فيه راه ها هو دابا تشمتنا فيه وشمتنا اللي شمتنا هو ولد خالي ولد خالي شمتنا شمته خايبه كاع تقول ليه الا كان كيسمع الا كان كان تيسمع ليا وكانت عنده الانسانيه وفيه الروح ديال الاسلام يخفف على باه يخفف على باه راه كنا غنموت وما يديهاش شي هضره ديال العيالات ولا هادي ولا كانت تمرته بغيتها هي ربي يهديها الله تقول هذاك راه هي عارفه كل شيء عارفه تقول لا هذه راه ولاد فلانه راه ديالهم هذه حقهم حقهم يعني ما تاكلناش ما تاكلناش ما تاكلناش هذا ما كان يعني لانه كما قلتي انت كيبقى الحق ديالك ديالنا خصكم انتم تناضلوا عليه وتوقفوا عليه واخا شكرا النمره ديالك شحال 06 70 73 96 53 شكرا